نبغيكم والله ما نبغيكم. نبغيكم وراكم عازين عليا وفرقكم شي سهل عليا، اقسم بالله ما سهل فرقكم عليا. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في خيرية يا اساس. 30 ألف في 6 سنين من عامين ل 14 من عامين ل 14 30. السلام ورحمة الله وبركاته. من عامين ل 14 خليت شاب 30. خوتي انا كي راني حنغلق جميع محلات، شي راني حنغلق زعما الشغل تاع السيد دي كلارا ولا ما على باليش تاهي ولا عندي توجه واحد اخر هذا مكان، خاطر بزاف ناس ربي يبارك لهم منهم عمر ما نذكرش اللقب تاعو بالك ما يبغيش، عمر تلمساني في فرنسا. السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي عندي 10,000 في الدار روح ديها، وبزاف ناس اتصلوا بيا هضروا لي هضره كيما هكا. يا خوتي والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مشي مانيش محتاج، مانيش محتاج خوتي، عندي توجه واحد اخر برك هذا مكان خلي الناس يستفادوا ثاني. 30,000 تاني بالخسارة، وهذا 60,000 بالخسارة. ربي يعوضنا ان شاء الله باذن الله. زياده فيكم بروفيتو نتوما ثاني، ما غاديش تسولدي كلشي في نهار باسكو خوتي الضغط وكاع الضغط بزاف وكاع ماناش حمل الضغط. هاكا نروحو معاكم حبه حبه، 3 أيام ولا 4 أيام نكملو مع كلشي ان شاء الله باذن الله. غادي نخرج لكم بسلعه واحده اخرى، كملوا هذه وغادي نخرج لكم بسومه واحده اخرى في بضاعه اخرى، ومره ثانيه في بضاعه واحده اخرى ان شاء الله باذن الله فيها خير. 60,000 هاد السيري كملنا هذا. عمر عمر راه يسلي ديجا، راه يسلي انا هضرت عليه وراه يرسل لي بارك الله فيك. هاك استغلوا هادي، هادو استغلوها شعل، استغلوا هذا شعل فيه النورث فيس، فيه النورث فيس. هذا ثاني غادي نخسر معاكم نورفيس. كملتي نورفيس؟ كملي بالماركه باش نخبرهم. كملي نورفيس، روح شنو صوب 2 دقيقة خويا الله يرضى عليك. دقيقة؟ لا روح روح شوف باش يشوفوك باش يشوفوك تليفونك جاك داير. أيوا جاك 60,000 ومن بعد عطى اليوم حاجة في الجامعة. يا خلاص. صح جاك شباب بزاف روح شوف سلام إن شاء الله. معليش غير هنا روح شد دور راسك. السلام عليكم. رجع شوية والله ما قصر معاك، قلت والله ما قصر معاك. يضرب كي جاي داير شوف روح هيا روح 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 قبل ما قبل ما نعيا والله شي. هذا شعال هذا نديرو له بسم الله ما شاء الله. هذا جاك جونز دخلنا في جاك جونز 40,000 قلنا خسارة نصرفها ان شاء الله يا رب. انا قلت خسارة الله اكيد فيها خير وربي يعوضنا ان شاء الله باذن الله السميع العليم. 40,000 فيه من هذا كاع قال لي موديل، قال لي موديل مام هذا ثاني 40,000 راهم جايين لي سيربريز خاوتي قعدوا معنا. اعطيني السروال، السروال عطيتني لي الشوت تاع السروال شوت نختموا بها السروال. هاك سي هاك لا 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 انت متبعين سيرجو حكيم سيرجو كاتمين جاك جونس عطيتني صافي كملنا كاع كاع 40,000 بالخسارة 40,000 ها دوك فوالا راهم جايين لي زافير راهم جايين ها هذه بدعة متواجدة في جميع محلاتنا. السلام ورحمة الله بابا مرحبا بك كيف داير لاباس؟ لا واش هاك الكاميرا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. شوف السيرفيس هذا من الداخل خاوتي. الله
هذا زوج بمية وخمسين راني خاسر معكم، زوج بمية وخمسين راني خاسر معكم. شوفتي شوفي دايرة شوف الناس اللي فتحتو لها شوف سربيتها زوج ب 150 خاوتي تسوي الاكثر من الصلاه على النبي الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه واسكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على قرة عيننا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واسكى التسليم. بالصلاه على النبي تقضى كل الحوائج، بالاستغفار كذلك تقضى كل الحوائج، تفتح الابواب وتفرج الهموم وتنور البصيره. هذاك 190 بالخساره 120 120 بالخساره. يلا انا نطلع كمي بشويه، الله قام غير بشويه 120 هاك نصر الدين هذا في الكسمو واش عندنا له في البروموسيون في الكسمو انا بقول له حاضر 60 انا راسي قرع هذا جمله يدير قال الله يدير فوق الثانيه جمله لانه تروح تقضي هدرك من اسطنبول السيد اللي قليتو عليه قال لي اش راه يدير الفول تاعو دروك السنا. السلام ورحمه الله وبركاته. وصافي انسان سالق يعني السيد نخدم معاه في سنين. دروك باش السلام ورحمه الله، المهم هو كان يبيعو فايت هاد السمعه كان يبيعو غالي. تروح تجيبو دروك من اسطنبول هذا وتجي يستقام لك 300 ميل. تروح تجيبو من اسطنبول دروك وتجي يستقام لك 300 ميل. هذا داخل طياره. ورانا دايرين له باذن الله تعالى زوج بسومه تقريب حبه جمله، يعني نبيع لكم هذا السروال نصبر باش ندور فيها في راسي دوسوميل ساعتكم دوسوميل تحاوزني مزج انا البدراسي وعدنا في فرنسيتي كيما هذا 200 ألف كاين لي سويتو السلام ورحمة الله كاميرا بالك ما ولا كاميرا سيركم 120 سروال هذا 200 صار الاختيار مش موفق ما طاحوش مع بعضها حاول دير تسوي اكثر من الحمد والشكر على نعم ربي يزيد ويبارك ان شاء الله باذن الله تسوي اكثر من الاستغفار اكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فان قولهم 100 مره تحط عنك كل خطاياك لو كانت مثل زبد البحر ان شاء الله باذن الله كي نفري اموري كاع نخوي كاع المحلات ونغلقهم ونسيقهم ونغلقهم عندي لايف مهم بزاف 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 نحتاجكم فيه كاملين لاخذ العبره ان شاء الله باذن الله عندي فيديو مهم تحضروا فيه نعلمكم عليه لافونس نتلاقاو فيه ان شاء الله باذن الله ندوا كاع منه العبره تدوا منه العبره يعني التجربه عشتها انا وان شاء الله باذن الله فيها خير بارك الله فيكم ادعوا لنا معكم صالح الدعاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شكرا السلام عليكم